أقامت سينما الهناجر ختام أسبوع الفيلم الفلسطيني تحت إشراف المخرج أشرف فايق، وحضر الختام عدد كبير من مخرجي السينما الفلسطينية. كما حضر حفل الختام السفير الفلسطيني جمال الشبكي، وتم إهداء أسبوع السينما الفلسطينية للمناضل الفلسطيني مروان البرغوثي. وعرض في أسبوع الفيلم الفلسطيني السنة دي 17 فيلم فلسطيني بين القصير والطويل والروائي والوثائقي. تعالوا نلتقي بسفير فلسطين وبالفنان ماهر سليم. هذا الأسبوع قدمت فيه أفلام وثائقية فلسطينية عن حياة الفلسطينيين تحت الاحتلال، عن نضال الشعب الفلسطيني، عن التمييز العنصري الذي يعاني منه الفلسطينيين. بالتالي الصورة والصوت عبر الأفلام تصل إلى قطاع أكبر من الناس، تؤثر أكثر. واختيار المكان القاهرة هو أيضا عامل مساعد، لأن القاهرة قلب العروبة التي تصل رسالتها وصوتها من القاهرة إلى كل الوطن العربي وإلى كل الأحرار. بخصوص المصادفة أنه هذا الفيلم الوثائقي عن المناضل مروان البرغوثي كان مقرر عرضه في اليوم الختامي، وتصادف أن يكون هذا اليوم هو اليوم الثامن لإضراب المعتقلين الفلسطينيين، الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، الذي يقود مروان البرغوثي وإخوته ورفاقه بالمعتقلات. أكثر من 1500 أسير فلسطيني يخوض لليوم الثامن على التوالي إضراب. وأنا أعلم وأعرف ماذا يعني الإضراب. أنا كنت في أسير مع قوات الاحتلال ودخلنا إضرابات، وكل ساعة من ساعات الإضراب هي تعرض حياة الأسرى إلى الخطر الحقيقي. ولكن هذا الخيار هو خيار الصفر بالنسبة للمعتقلين والأسرى. عندما لا تبقى أي وسيلة أخرى لمخاطبة الاحتلال إلا بأجسادهم العارية، بأمعاهم، بإرادتهم، بدمهم ولحمهم، يقدموه على طريق الحرية، من أجل الحرية ومن أجل الكرامة. هذه هي الطريق وهذه هي رسالة مروان. ونحن نقول له أنه من القاهرة لن نتخلى عنهم، نحن معهم في هذه الرسالة القوية، ويجب أن تصل رسالتنا إلى الجميع لخلق حالة من التضامن مع الأسرى الفلسطينيين. مصر طول عمرها حاضنة للوطن العربي كله بتفاصيله وللقضية الفلسطينية بشكل خاص، والدليل الاحتفالية بتاع اليوم، لأن احنا اتحرمنا كتير قوي من مشاهدة ومتابعة السينما الفلسطينية والمبدعين الفلسطينيين، سواء على مستوى الكتابة أو على مستوى الموسيقى أو على مستوى الإخراج أو كافة العناصر الفنية مثل الفن التشكيلي وغيره. فكون ان الاوبرا وصندوق التنمية الثقافية ووزارة الثقافة التايتل الكبير تحتضن هذا المهرجان وتقدمه في الاوبرا في سينما الهناجر، ده شيء اتأخر كتير، بس في النهاية انه حصل، لان هؤلاء المبدعين الفلسطينيين اللي موجودين في البرنامج بتاع اليوم كلهم نجوم عالميين وبيعبروا عن يعني الصفة الرئيسية في الفن أن يعبر عن الواقع المعيش، سواء للوطن العربي أو للفلسطيني المهاجر خارج الوطن أو للفلسطيني المقيم داخل الوطن تحت حصار وتحت ضغط نراه على الشاشات فقط. ولكننا لا نلمسه، أنه تلاقي واحد أو واحدة بيلف مسافة كبيرة جدا خلف أسوار مبنية عشان يوصل لبلده أو يوصل يشوف واحد قريبه أو 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 تفاصيل كتير جدا. المهرجان ده مهمته طرحها قدامنا وتوصيلها لينا بشكل بسيط، بشكل فني، بشكل معبر، لعل العالم يتحرك. ولسه مكملين كلامنا عن ختام أسبوع الفيلم الفلسطيني. وأكد عدد من الباحثين والمخرجين أن السينما الفلسطينية بتقدم رسالة للعالم كله وبتنقل معاناة ونضال الشعب الفلسطيني. الحقيقة مش بس الشعب الفلسطيني اللي بيلاقي معاناة، لكن كمان
مخرجين الأفلام بيلاقوا صعوبة جدا وهم بيصوروا أفلامهم وبيتعرضوا الحقيقة لمخاطر كبيرة جدا. تعالوا نلتقي ببعض المخرجين الفلسطينيين اللي هيحكوا لنا عن تجاربهم مع السينما الفلسطينية. فيلم نداء الأرض BDS شاركت فيه وتم عرضه في أسبوع الفيلم الفلسطيني يوم السبت الماضي. فيلم نداء الأرض BDS بيحكي عن حركة مقاطعة إسرائيل BDS وهي حركة من حركة فلسطينية بامتداد عالمي. هاي الحركة تعتبر أحد أدوات التحرر الفلسطيني وأحد سفن الإنقاذ للقضية الفلسطينية. هاي الحركة اللي تقريبا من 2005 تقريبا كان في نداء ومبادرة للدفاع عن فلسطين توجهوا بنداء المقاطعة الأول بال 2005 وبعد هيك امتدت بامتداد عالمي لمقاطعة إسرائيل سواء كانت أكاديميا أو ثقافيا أو سياسيا. تصوير الأفلام صراحة أنا بالنسبة لفيلمي كتير عانيت لأنه أنا من غزة بدي أصور بعض اللقاءات حتى بالضفة الغربية مع بعض القادة في حملة المقاطعة. ما قدرت بسبب التصريح الإسرائيلي لدخولي أنا حتى للضفة الغربية. في تصريح إسرائيلي عبر حاجز إيرز هذا إحنا كفلسطينيين إحنا بنعرفه. أنا ما قدرت إني أفوت على الضفة الغربية لأعمل لقاءات. هاي من أول المعيقات اللي بتيجي عندك، ما في مال وطني ممكن يدعم بعض الأفلام اللي أنت تشتغلي فيها داخل فلسطين، ولكن بالآخر تمكنت عبر الاتصال بطرف آخر لأصدقاء آخرين أنه هو ممكن مصورين يصوروا لي بعض الأشياء اللي أنا بدي إياها ونتعدى هاي الحدود. المهم نطلع بأفلام بتحكي عن الواقع الفلسطيني، تحكي عن معاناتنا إحنا كفلسطينيين ونشارك فيها في مهرجانات دولية وعربية. نتقدم بالتحية إلى شعب مصر العظيم والقيادة المصرية لإتاحة الفرصة لنا في القاهرة لنرى أفلام فلسطينية. بداية الأفلام الفلسطينية تعكس الواقع، والواقع هو مقاومة ونضال. الشعب الفلسطيني حياته عبارة عن نضال ومقاومة ضد المحتل الإسرائيلي. اليوم أسبوع السينما الفلسطيني الذي اختتم اليوم بفيلم له مغزى خاص وأهمية خاصة لدى المجتمع الفلسطيني وهو مروان. مروان هو عبارة عن فيلم يجسد معاناة الأسرى الفلسطينيين، واليوم هو اليوم الثامن لمعاناة الفلسطينيين الذين يضربون عن الطعام. لنؤكد من جديد أن الحقوق الفلسطينية لا تسقط بالتقادم. اليوم كلنا ملتفون حول قضية مهمة وقضية جوهرية وهي قضية الأسرى الفلسطينيين القابعون تحت الاحتلال الإسرائيلي وفي سجون الاحتلال والذين يعانون الأمرين من السياسة الصهيونية المتزمتة بحقهم. اليوم تؤكد مصر بأنها هي الحاضنة الأساسية للقضية الفلسطينية لتفتح المجال لأسبوع السينما الفلسطيني لعرض عدد كبير من الأفلام الفلسطينية التي تعكس واقع النضال الفلسطيني الحقيقي وما يعانيه الشعب الفلسطيني داخل الأرض.